كيف الذكر؟ لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليه، أي جهة تهرب منها إلا الله، تهرب منه إليه. لكن أنت لما تكون هربان من ظالم بتروح لواحد تاني يحميك، لكن رب العالمين تهرب منه تروح فين؟ تهرب منه إليه، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسل. أذكار الموظفة مليانة معاني جميلة، كل ما تهضم المعنى وتعرفه الكلام ده تزداد به إيمان. فلما بقى نقرأ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، إذا كانت كده يسهل عليك عند الموت أن تقول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي الأمانة التي قال الله عز وجل فيها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولا إله إلا الله هي دي الأمانة أيضا التي وردت في حديث حذيفة في الصحيحين عن النبي صلى في الصحيحين قال إن الأمانة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة. أظن عن حذيفة وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الجذر جذر كل شيء أصله. الأمام الحديث حدثنا حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، فقال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة. الجذر هو الأصل، أصل الشيء. فالأمانة هو الإيمان، الإيمان اللي هو أصل الكلمة بقى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنزل الإيمان في أصل قلوب الرجال، فلما نزل القرآن كان الإيمان متقدما، فلم ينكروا آية ولم يعترضوا على رب العالمين لا في قليل ولا في كثير، عشان الإيمان متقدم. كما روى ابن ماجة بسند صحيح في مقدمة السنن عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. قناة الندى.